بسم الله الرحمن الرحيم. نادي الاتحاد الرياضي ينظم الدورة السادسة للمخيم الموضوعاتي الصيفي السادس بالعرائش. هذا الدورة كتميز بحضور المؤطر اللاعب الأمريكي أليسيوس أناغوني الذي شرفنا بحضور في دورتين، وهذه المرة الثالثة اللي كيحضر معنا وكنشكروه على الحضور ديالو. بالنسبة للمخيم فهو سيدوم فترة ديال أسبوع، من خلالها غادي يستفدوا التلاميذ من حصص رياضية وكذلك حصص أخرى ثقافية وترفيهية، مثلا الخروج إلى المسبح وإلى لابيسين، وكذلك زيارة المدينة القديمة بالعرائش. وكذلك كان هناك أنشطة داخل نادي سوسيو رياضي، مثلا كان أنشطة ديال السنترانج والألعاب ديال السكريبل، وبالإضافة كان هناك ورشات، مثلا كان الورشة ديال اللغة الإنجليزية، وكان ورشة أخرى ديال الإسعافات الأولية التي سيقدمها جمعية الهلال الأحمر المغربي، وكذلك هناك ورشة للمحافظة على الأسنان والفم التي سيلقيها الدكتور نور الدين المجدادي. هذه تقريبا مجموعة من الأنشطة اللي غتميز هذا العام المخيم الصيفي الموضوعاتي. نعم، إذن هذه الدورة السادسة بالنسبة لكم اكتسبتوا واحد الخبرة وتجربة في تنظيم هذه المخيمات. إذن شي يمكن تقولوا يعني المستوى اللي وصلوا ديال التنظيم وعلى مستوى التطوير ديال هذا؟ إذن من خلال المخيمات السابقة فأعضاء الجمعية اكتسبوا واحد التجربة اللي كتخول لهم يطوروا هذا المخيم من مخيم رياضي صرف الى مخيم موضوعاتي اللي كيتميز بمجموعه من الانشطه اللي ما كانتش في الدورات السابقه. وحنا دائما في تطوير الى الاحسن في الدورات المقبله، وكنذكر بان من خلال اليوم الاول فلاحظنا حضور تقريبا لحد الان العدد وصل الى 95 مشارك، وكيأطر هذا المخيم كما قلت اللاعب الامريكي أليسيوس أناغوني، بالاضافه الى 12 مؤطر مساعد. بالاضافه الى يعني الجانب ديال الاكراهات اللي كتواجه يعني التنظيم، الاكراهات الماديه هذه دائما كنهضروا عليها، ولكن اللي تميز هذه السنه هذه شفنا واحد المساهمات اللي واخا نقولوا بسيطه ولكن اعطتنا واحد الدفعه. مثلا كاين مساهمه ديال معمل الاحذيه، كاين بروكيمار، وكذلك الشركه ديال على تأمينات أكسا سي بفروري عاوننا كذلك، وجمعية نقل الرمال. إذا كنت نسيت شي، كاين أشخاص اللي هما ما بغاوش يذكروا الأسماء ديالهم، لأن حتى هما طلبوا ما يذكروش الأسماء ديالهم، وحنا كنحترموا هذا الرأي ديالهم. كاين مجموعة من الإخوان اللي عاونونا بطريقه ولكن ما بغاوش نذكروا الاسماء ديالهم، وكنشكروهم من هذا المنبر. وبالنسبه للمهتمين بالشان الرياضي يعني كيفاش يمكن تقول لهم على الافاق ديال المستقبل تطوير هذا يعني لا فيزيون الاستراتيجيه اللي عندكم تطوير هذا المخيم؟ قبل ما ننسى نذكر
المجلس الجماعي لان يمكن تغفلت عليه، ولكن مساهمته كانت فعاله، وبالاخص السي نوفل مباشره نذكر الاسم ديالو، السي نوفل عاوننا والسيده رحال كذلك. كان نامل باش تطور هذا العمل للاحسن، ونستطيع نديروا اضافات اخرى من هذا المخيم بتضافر الجهود والمساعدات من جميع الجهات ان شاء الله. كما لا يخفى بان كاين هناك مقابله بين قدماء لاعبي كره السله بالعرائش وقدماء لاعبي كره السله بطنجة، كاين كذلك غادي تكون شنو الوقت غادي تكون؟ غادي تكون ان شاء الله نهار السبت في 5:30 بالسوسيو نادي السوسيو الرياضي لالا مريم. إذن هذه خلاصة للأنشطة اللي مزمع تنظيمها في هذا المخيم الموضوعاتي الصيفي السادس. وفي الأخير لابد أن نشكر المجلة الإلكترونية أنفو العرائش على هذه الالتفاتة، وعطونا هذه الفرصة باش نتصلوا مباشرة بالمجتمع المدني أو المجتمع الرياضي باش يتعرفوا على جمعية نادي الاتحاد الرياضي لكرة السلة والأنشطة ديالها اللي كتقوم بها من خلال هذا المخيم. وشكرا.